رحلة إلى الجولان العربي السوري المحتل. انطلقنا من وسط فلسطين في مدينة طول كرم وسرنا شمالاً بمحاذاة الساحل الفلسطيني المحتل. مررنا على مقربة من مدينة باقة الغربية وأم الفحم والناصرة وكفر مندا، وتوقفنا قليلاً في مدينة سخنين. استكملنا المسير شمالاً مروراً ببحيرة طبرية وبالقرب من مدينة صفد الفلسطينية المحتلة والمهجرة عام 1948. وحال وصولنا إلى الحدود الفلسطينية السورية شمالاً ودخولنا الأراضي السورية المحتلة، توقفنا قليلاً على الضفة الشرقية لنهر الأردن. كانت الطريق في تلك المنطقة مليئة بالأسلاك الشائكة وحقول الألغام التي اتخذتها الخنازير البرية موئلاً آمناً لها. ومما يجدر ذكره هنا أن الجولان كانت تعرف قبل احتلالها بالهضبة السورية، ولكن هذا الوصف لم يعد مستخدماً بعد احتلالها عام 1967 في محاولة واضحة لنفي انتماء المنطقة إلى دولة سوريا العربية. وتبلغ مساحة الجزء المحتل من الهضبة السورية الجولان 1860 كيلومتر مربع، كانت قبل الاحتلال مليئة بالسكان، وبلغ عدد القرى في المنطقة المحتلة من الهضبة السورية 137 قرية، لم يتبقى منها في الجزء المحتل سوى خمس قرى فقط، هي قرية مسعدة ومجد الشمس وعين قنية وبقعاثة، بالإضافة إلى قرية الغجر على الحدود السورية اللبنانية. وصلنا قرية مسعدة التي أمضينا فيها وقتاً جميلاً زاده جمالاً حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كانت استراحتنا بالقرب من بحيرة مسعدة التي تتوسط تلال مليئة ببساتين الكرز والمشمش والتفاح. وبعد الاستراحة انطلقنا إلى بساتين الكرز، حيث كان في استقبالنا الأستاذ أحمد أبو صالح، وكانت تجربة من أجمل التجارب، حيث لم يسبق لي أن رأيت هذا الكم الهائل من أشجار الكرز. قمنا بالأكل مباشرة من الأشجار وجمعنا بأيدينا ما قدرنا عليه. كانت العائلات الزائرة تتوافد إلى المكان صغاراً وكباراً، وكلمات الترحاب وصوت الضحكات تملأ فضاء المكان. استكملنا المسير شمالاً إلى قرية مجد الشمس التي يتوسطها صرح الشهيد الذي يرمز إلى ما قدمه أهل الجولان العربي المحتل من تضحيات دفاعاً عن وطنهم وعن عروبتهم. ومررنا أيضاً بصرح آخر يعبر عن صمود وتحدي أهل البلاد وأصحابها للغزاة المستعمرين. وصلنا إلى أقصى الشمال في وقفة سريعة في قمة جبل الشيخ الذي بدا خالياً تماماً من الزوار، فلم يكن هذا الوقت المناسب لزيارته،
حيث يعتبر مقصدا للسياحة الشتوية عندما يكتسي بالوشاح الأبيض. في طريق عودتنا جنوبا توجهنا إلى قلعة الصبيبة المعروفة بالنمرود، وهي قلعة تاريخية من القرون الوسطى وتقع على أحد قمم الجبال المطلة على سهل الحولة وبانياس. اختتمنا رحلتنا في ينابيع وشلالات بانياس الساحرة، والتي تعتبر أحد أهم مقاصد السائحين في فصل الصيف. وفي طريق العودة توقفنا في محطة أخيرة على نهر الحاصباني شمال فلسطين. وإلى هنا انتهى مشوارنا ورحلتنا، وإلى اللقاء في رحلة أخرى، مع تحياتي عماد دواس.